ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد ومع قناتكم قناه البيمي توين ومع منصه جو ترانسكريبت، منصه بتقوم بالترانسكريبشن يعني تفريغ صوتي لاي فايل اي ملف، سواء اذا كان ملف صوتي او اذا كان فيديو. كل الكلام اللي بيتقال انت هتكتبه وهتاخد 60 سنت في الدقيقه الواحده، وبدايتك في العمل في هذه المنصه من اول $100 ومع زياده التقييم والمهام هتصل الى $1215 والسحب كل اسبوع على حساب البيبال المفعل او على حساب البايونير. طبعا بعد نسجل دخول على المنصه دي، بس الاول هتعمل تسجيل في اول وجديد اللي هو ساين اب، وبعد كده هتعمل ساين ان، وتعالوا بعد كده نتجه الى اسفل المنصه بالشكل ده والضغط على كلمه ورك عشان اقدم طلب للعمل بهذه المنصه واكون موظف بهذه المنصه. بعد كده بالضغط على كلمه الابلاي ناو. لو عندك لغه تانية بخلاف الانجليزيه فهتبقى اكيد انت انسان مميز، ولكن خلينا في العمل بمجال اللغه الانجليزيه. طبعا في قواعد جايد لاينز لازم تكون على علم بيها، وانا هفتح قواعد الجايد لاينز، ولكن عندك فيديو صندوق الوصف شرحتك فيه جميع قواعد الجايد لاينز، وكل اللي انت هتحتاجه هتلاقيه موجود في صندوق الوصف اللي لسه بيسمعنا جديد. بعد كده الاسئله الكويز دي، ده الامتحان الاولاني انا هحله معاك بنسبه 100%، تمام؟ ولو جالك امتحان بخلاف ده هيبقى امتحان اليوم اللي قبل ده، تمام؟ طيب تعالوا بعد كده نحل اسئله الكويز الاول وما هي الا تطبيق على قواعد الجايد لاينز، وبعد كده هيدينا الملف الصوتي وهنستخدم منصه ذكاء صناعي هتساعدنا في ترانسكريبشن لهذا الفايل مجانا. تعالوا مع بعض نتابع ولكن بعد الفاصل. هنيجي طبعا لاسئله الام اس كيو. السؤال الاولاني بيقول لك if a combination of single digit numerical and all other numerical in the same sense, for example I have one pen and 15 pencil, how will transcribe it؟ طبعا هنا بالسؤال الاولاني بيقول لك ايه يا سيدي، لو انت معاك قلم واحد جاف و15 قلم رصاص، يعني زي ما بيقولوا كده، فانت تكتبها ازاي؟ تكتبها 1 و15 بالارقام زي ما هي، ان ده على السيم لاين، يعني نفس الابيليتي طبعا خاصه بالسيم لاين، فطبعا هتتكتب بهذا الشكل. وايضا الصح هنا كمان ان من 1 ل 9 تتكتب 1 زي دي 1 2 3 4 وهكذا، ومن اول ال 10 الى ما لا نهايه تتكتب ارقام زي دي زي 15 زي 20، يبقى من 1 ل 9 تتكتب كتابه بالشكل ده، وده قواعد الجايد لاينز. ولكن بيقول لو في كومباينيشن يبقى انا هستبعد دي، لان هما بيكونوا على السيم لاين، لان ده هيزود لي او هيحسن لي من كلمه ريدابيلتي، فالاجابه هنا هتبقى السي. لو دي مش موجوده هتبقى هي دي الاجابه السليمه، ولكن هنشيلها لان دي بتكون موجوده. السؤال الثاني، شي سيد، هي بتقول ايه؟ هي عندها 27 سنه، اي ام 27، فحط قامه الاول بعد كلمه هي قالت، وبعد كده فتح دبل كوتيشن، بدايه الجمله بتكون كابيتال اللي هي الاي، فالاي ام 27، وبعد كده حط الدوت، وبعد كده قفل بالدبل كوتيشن. بعد كده السؤال الثالث بيقول لك وات از ذا كوريكت واي تو مارك فور واحد عدل كلامه، زي ما احنا قلنا تعديل كلام، بدايتك غلط وعدلت كلامك تاني، بتحط اتنين ناقص في نهايه الجمله الاولى اللي هي اي ونت تو، انا ذهبت الى، وحطينا اتنين اي سليبت، انا نمت ويل لاست نايت، نمت كويس الليله الماضيه، فالاجابه هي الايه. السؤال الرابع، وات از ذا تايب اوف تايم ستامبنج، ايه انواع التايم ستامبنج؟ يا اما كل دقيقتين يا اما مع تغير متحدث بنفتح توقيت زمني بيكون جديد، فالاجابه سي ودي. بعد كده السؤال الخامس بيقول لك if you couldn't understand something what you do، هتعمل ايه؟ طبعا هتبقى الاجابه بي اللي هي مارك ذس انتجبل، وتكتب كلمه ان انتجبل، وافتح التوقيت الزمني اللي فيه بدايه الكلام اللي هو مش واضح، ودي هنلاقيها في الفيديو كمان شويه، واحنا بنعمل ترانسكريبشن هتلاقي ان في كلام كتير جدا مش واضح، فانت هتفتح اقواس وبدايه الكلام اللي مش واضح، وتكتب تفتح الاقواس بالشكل ده، وتكتب كلمه ان انتجبل، وافتح التوقيت الزمني. بعد كده اي فيل نو ات تربل، هي فظيعه، يعني هتبقى الاجابه ابسوليتلي اويلي، في ما تمشيش ابدا مع كلمه تربل، فهي ابسوليتلي اويلي، فالاجابه بي وسي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك يو شود رايت نمبرز از نمبرز فور، طبعا بالنسبه للارقام استخدمها في ايه بمعنى اصح؟ في الماني والماثماتيكال ايكويشن، المعادلات الرياضيه والفورمولا والميجرمنت، قياسات والايج، العمر ويرز اند ايرز، طبعا وطبعا اول نمبر ماست بي سبيل اوت، ده غلط، وبالتالي الاجابه كله ما عدا السي. وبعد كده السؤال الثامن بيقول لك which sense is correct capitals and macroated، فكلمه يس وبعد كده حط قمه، بدايه كابيتال هنا بدأ بسمول في السي ودي فاستبعدناها، واليس بعدها قمه، هنا ما حطش قمه في الاي مع انه بدأها كابيتال بس ما حطش قمه فاستبعدناها، فالاجابه هي البي يس، وحط قمه انا دوت، بعد كده يو كان دو ذس، انت هتعمل الكلام ده، والدوت في نهايه الجمله. فالسؤال التاسع بيقول لك
كاستمر كيتد انستراكشن، لو في تعليمات خاصه بالعميل فطبعا انت مغمض عينك كده فالاجابه هي الايه اللي هي انستراكشن فور سبوكن دايركشن زي انه باراجراف والقمه والبيرود شود بي فولود انلس اكونت اذروايز، الا لو العميل له طلبات ثانيه. بعد كده السؤال العاشر بيقول لك اف ذير از اوورد اور اند كان يو هي، او في حاجه انت مش سامعها نتيجه ديو تو نتيجه الى هيفي باك جراوند نويز، في ضوضاء في الخلفيه بتكون عاليه قوي، وات دو يو هاف تو دو، ده تعمل ايه؟ فاعتبر انك تمت ان اون اوديبل وافتح التوقيت الزمني وبتكون بولد، فدي الاجابه هتبقى ال ايه. يبقى مع بعض كده الاسئله تاني، بيقول لك ايه يا سيدي، السؤال الاولاني الاجابه سي، السؤال الثاني الاجابه دي، السؤال الثالث الاجابه ايه، السؤال الرابع الاجابه سي دي، وبعد كده السؤال الخامس الاجابه بي، السؤال السادس الاجابه بي سي، السؤال السابع اي بي دي اي اف، بعد كده الثامن بي، التاسع ايه، العاشر ايه، بالضغط على كونفيرم حلك سليم 100% هيحولك الى الامتحان الصوتي. كده احنا اجتازنا 50% من الامتحان وان شاء الله هديك حوالي يعني 98% ايضا في هذا الامتحان الصوتي اللي انت هتسمعه. تمام، طيب ناخد بس ملاحظة، انا جيت في الدقيقة دي اللي هي دي او 7 ثواني ولقيت الكلام مش مسموع وفي دوشة وفي ضوضاء في الفيديو وانا مش عارف احدد حاجة، هعمل ايه؟ اضغط على كنترول زائد الكي، يبقى كنترول كي بلوحة المفاتيح تلقائي هيكتب لك كلمة ان اوديبل بالتوقيت الزمني بهذا الشكل وتبقى في لاين لوحدها. تمام، ناخد بالنا من النقطة دي وتعالوا مع بعض نحل الامتحان ولكن من خلال المنصة الجديدة اللي هنستخدمها وهي منصة النوتة. ادي الامتحان اليوم النهارده 26/2، طبعا ده الامتحان اهو، نفتح كده ونسمع ونشوف الدنيا فيها ايه. اعتقد بتاعت ستيف حلته قبل كده ولكن الامتحان ده ان شاء الله هيكون مختلف باذن الله عن الحلول السابقه كلها. طبعا هو لسه بيحمل معانا وهنعمل شير دلوقتي، طبعا لو انت عملت شير لان هنعمل اكسبورت الاول، وطبعا ده الملف اهو ولكن ناخد نص تكست الاول واعمل اكسبورت للتكست وهنعمل اكسبورت كمان، هسيب لك نسخه كمان من هذا الفايل للناس اللي مش قادره تشتغل على المنصه دي او سي اكس، مفيش ادنى مشكله ونعمل لها اكسبورت وناخد كمان نسخه بي دي اف، في بي دي اف اكيد ان شاء الله هتلاقي في بي دي اف كمان عشان الناس شغاله على التليفونات اهي موجوده البي دي اف اهي، وفي اكسل كمان لو انتوا عايزين اطلبوها مني في صندوق الوصف. معنى كده حملت لكم النص، النص ده يا جماعه ذكاء صناعي، يعني ايه ذكاء صناعي؟ يعني 98% منه بيكون سليم، في 2% عليك انت ان انت هتشيك عليهم، وانا مديك تعليمات قبل كده من خلال الاوفيس العادي افتحه وشيك على الاخطاء الاملائيه وليس القواعد النحويه. تعالوا مع بعض نسمع النص ونشوف الدنيا فيها ايه. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? Just start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and the right side both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. But we know it's a current loop load cell that maybe has an open connection, but normally it'll show an error in the signal and won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight balance is now going to show that 90 degrees off axis from where it should be. So if it's supposed to be 0 degrees by 12 o'clock. Yeah. If it's 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there and it shows it at 90 degrees instead of it. Zero, and if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration on that. So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on the units. They'll at least look at it, but since I think the data acquisition board is having a problem, we've actually looked on eBay and found one at a low price, and it will still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question.
How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service tank out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the service tech coming out. So might be $6,500, $7,000 by the time you're done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah. Maybe. Good. Actually, in some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel? An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, to dream, possibly finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers so would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. But I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the nine out. I'm actually the one out of the 10 that doesn't. Okay. So the nine other people that do. That could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. كده بتكون انتهت المحادثه. خلي بالك انت تاخد النص اللي هسيبه لك في صندوق الوصف ده على الاوفيس او بي دي اف. انت هتعدل الاخطاء الاملائيه بس من خلال الاوفيس العادي. تمام. لو في سؤال حط علامه استفهام. لو في جمله حط دوت في البدايه. بدايه الجمله بتكون كابيتال. اسماء العواصم تكتب بالشكل السليم حتى لو اتنطقت غلط. خلي بالك من الحاجات دي. وباراجراف طويل هتقسمه الى مجموعه من الباراجرافات. لو في حاجات او كتير مش مسموعه وبيعمل تغسل مواعين او وكده وبتتكلم في كلام كتير مش مسموع, قلنا بتحدد النقطه اللي مش مسموعه ومش مكتوب لها اي ترانسكريبشن. تمام. هتقوم عامل كنترول زائد كي واكتب كلمه ان اوديبل. خلي بالك التوقيت الزمني مش مطلوب وزود تايم ستامبك الا في محاله ان اوديبل هو الكلام مش مسموع بس اللي انت هتعمل فيه توقيت زمني. ولكن الباراجراف الطويل هتقسمه او الباراجراف العادي المعتاد مفيش فيه توقيت زمني وعايزه في صيغه الكلين في البطام. كلين في البطام يعني ايه في القواعد؟ لو طلعنا فوق كده في قواعد الجايد لاينز وقلنا يا جماعه ان النص لا يحتوي على ايه؟ الاخطاء اللي سبيتش في الكلام, الفورس ستارت مفيش بدايه خاطئه, تمام, السلطر, الريبيتيشن, الفيلر وورد, كلمات الحشو, سلانج وورد, كل حاجه شرحتها قبل كده في صندوق الوصف. اهم حاجه اللي انت هتحل ده كله وتكتب كل حاجه هنا. مش في النهايه اوعى تنسى انك تضغط على كلمه send it for view عشان تعتمد الامتحانين النتيجه بعد اسبوعين. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.